حجاج ولا استقرار ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستوى على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان وأن مجيئه ليس بحركة وأن نزوله ليس بنقلة وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست جارحة وأن عينه ليست بحدقة وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عن الله سبحانه وتعالى التكييف. وأنا أقول بذلك أنا متفق معك في كل 100%. أنت تقول ما أنت أنا أقول بذلك. وابن تيمية وابن الغيم يقولون أن الاستواء استواء جلوس. ارجع إلى ابن الغيم في نونيته. هذا افتراء على ابن تيمية. ما قال موجود هذا افتراء على ابن تيمية. هذا افتراه ابن بطوطة على ابن تيمية. هذا كلام هذه قصة هنالك تاريخية معروفة في النزول. لكن هنالك كتاب النونية لابن الغيم تنكر هذا الكتاب. أنا حدثت قصيدة النونية. أنا وضعت لك قاعدة عامة في النونية وفي بدائع الفوائد. صرح قلت لك قاعدة عامة. ارجع إلى هذين الكتابين. أنا ما أرجع لهذين الكتابين. كيف أنت تدافع عن عقيدتك ولا عقيدة السلف؟ أنا أدافع عن عقيدة السلف الصالح وابن تيمية وابن القيم. الإسلام من السلف الصالح. وإذا خالف ابن القيم وابن هل خالف من السلف الصالح هل خالف أنا غير ملزم بكلامه هل خالف أنا